السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن نكمل الجزء الثاني من كلامنا حول الكفاءة والفاعلية. طبعا بعد أن عرفنا شو معنى الكفاءة والفاعلية، بدأت يعني تثار في أذهاننا أسئلة حول يعني أيهما أهم، يعني وإذا كنا واقعا من خلال هذا العرض يعني كلها نحتاجها، سواء كانت الكفاءة والفاعلية، فيعني فهل هذا يفرض علينا يعني أن نتعلم أو نغلب كفة على كفة، أو كيف راح نوازن بيناتهم؟ طيب يعني سؤال أيضا يقول لك إذا كان الأفضل هو الجمع بينهما، بلا شك هذا ما نختلف به، بين قوة الفاعلية الذاتية مع قوة الكفاءة التي تؤمن البيئة الخارجية للمشروع. طيب ليش نشوف احنا أصحاب الفاعلية يتفوقون على أصحاب الكفاءة من حيث الدخل والرتبة؟ وبالتالي هل هذا يعني نوع من الظلم؟ يعني لأن الخطة التسويقية هي بالنهاية تريد منك فعل وتريد منك نتائج ملموسة، فأصحاب الفاعلية قد يتفوقون في هذا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ خلونا نشوف شنو تأثير الفاعلية وشنو تأثير الكفاءة من خلال هذا الجدول، وبالتالي من خلالها نحكم أيهما أهم، أيهما أهم، وشنو اللي لازم نركز عليه أو نتجه عليه بشكل يعني نغلب كفة على كفة. إذا افترضنا، لأنه إحنا بالحقيقة ترى كل واحد منا عنده نمط شخصية معين، وهذا نمط الشخصية يفرض علينا سلوك معين. طبعا الاخوان اللي دارسين في مجال انماط الشخصيه يعرفون ان انماط الشخصيه ممكن تتغير، لكن تحتاج جهد ووقت ومصابره حتى تتغير، لانه مو سهل تغييرها بصعوبه، لكن هي تتغير. على كل حال لو فرضنا ان يعني ما قدرنا نغير نمط شخصيتنا، انا انسان يعني يا جماعه ترى في اشياء، انت الان اقرا في قصص الكراون امباسادور، الكراون امباسادور اغلبهم يعني عندهم فعالية عالية، أغلبهم اللي وصلوا سواء برتب متأخرة أو سريع أغلبهم عندهم فعالية. يعني أنت تقرأ في قصصهم كثير منهم كانوا يبيعون 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 لدرجة أنه يبيعون حتى بالشارع، كثير منهم. أنا قلتها يعني مو تطلعون تجيبوا لي قصة مثلا فاز بالي أو غيره، أقصد يبيعون كباعة متجولين. هذا كثير من عندنا الأكاديميين أو الناس اللي يمتلكون كفاءة عالية ما يقدرون يسوونها، لا وقتهم يسمح ولا وضعهم الاجتماعي يسمح. يعني ممكن إنسان اشتغل بالأسواق وعنده معارف كثير يقدر يبيع ويعلم أعضاء البيع ويبيع منتجاته، ما عنده أي مشكلة. ومو بس يقدر يبيع، بحكم أنه عنده فراغ كبير وما عنده فرصة عمل إلا هذا المجال، ممكن تكون فعاليته قوية، وبالتالي يقدر يستقطب ناس كثيرين ويجيب، حتى هو يجيب ناس دكاترة وعندهم كفاءات عالية ويخليهم أحد الخطوط اللي عنده. طبعا بهاي الحالة ممكن يتوازن هو ويحقق نجاح. فشاهدي، هل معنى هذا ان اصحاب الكفاءة يعني اصحاب الفاعلية هم الافضل، او ان الفاعلية هي الافضل؟ انظروا بالجدول حتى نشوف من هو الافضل. المتتبع لعناصر الجدول راح يشوف ان طبعا الوضع المثالي إذا كانت الكفاءة عالية زائد فعالية عالية، النتيجة راح يصير عندنا نمو قوي. تمام، راح يصير عندنا نمو قوي. هذا شيء طبيعي، ما عندنا مشكلة في موضوع النمو في هذه الحالة. لكن إذا لاحظت في الصف الثاني، تجد إذا كانت الكفاءة ضعيفة والفاعلية عالية، الوضع النتيجة راح يكون موت ببطء. يا جماعة هذه الخريطة جايبها من كتاب متخصص في التخطيط، وإن شاء الله راح أشير للمرجع نهاية المحاضرة، أو تجدونه على الأقل في الوصف إذا فاتني أنا أذكره. إذا كفاءة عالية، كفاءة عفوا ضعيفة وفعالية عالية، معناها موت المؤسسة. أنت ترى أنت كعضو تعمل في الدي اكس ان، انت عباره عن منظمه تسويقيه، فالتالي هذه مؤسستك راح تفشل. ليش راح تفشل؟ لانه انت ما عندك يعني ما عندك في التصور واقعي طبعا، او في تصور واقعي لمدى التهديدات الخارجيه.
وهذا راح يوقعك في ورطة. وهذا يذكرنا بحال الأشخاص اللي يجيبون منتجات من أقاليم أخرى ويخاطرون ويعرضون مشروعهم في سبيل أنه هو يحقق نقاط، لأنه فارق النقاط مثلا في ماليزيا أعلى، يروح يسوي له محل ثاني لسوق السوداء. سووه كثير من الناس وتعرضوا للفصل من الشركة، وإذا ما تعرض للفصل ممكن من الجهات القانونية يتحاسب. قبل أيام اتصل علي شخص على الماسنجر: أنا في السعودية والمنتجات عندنا الآن مرتفعة، كيف تساعدني في توفير منتجات؟ أنا عضو جديد. قلت له: أنت إذا عضو جديد فكر كيف تصنع لك بزنس مستقر، كيف تصنع لك بزنس مستقر، لأنه مو مهم أنت الآن تجيب أسعار مخفضة حتى تبني لك فريق كبير، وبالتالي إيش قد تريد تجيب أنت؟ تريد تجيب الشخص الشخصين؟ طيب إذا صار عندك 10,000 شخص، شلون راح تجيب لهم؟ شلون راح توفر لهم؟ أنت عودتهم على هذا المستوى من الأسعار، فأحسن لك أن تتأقلم ويا وضع الأسعار اللي موجودة عندك في بلدك مهما كانت غالية، لأنها بالنهاية فيها نوع من الاستقرار. فبالتالي موضوع أنك تحدد الفرص المتاحة اللي من خلالها تحقق النمو لشركتك الطبيعي وبالشكل القانوني داخل منظومة العمل اللي موجودة في بلدك، في وضعك، في بيئتك، لأنه أشياء ما تتعلق قد تكون بالأمور القانونية. يعني مثلا في كثير من الدول ما يراعون مسألة الفتاوى الشرعية، لكن مهم، لأن أنا اللي يدخلون وياي مسلمين فلازم عندي فتاوى شرعية. فبعض الناس ما يعتقدون أن هذا الشيء مهم. أنا أعرف أعضاء إلى الآن مشكلين لهم في بعض الدول مجموعة خاصة لمتابعة الأمور الشرعية حتى يحصلون فتاوى تأمن العمل. طيب هذا الوقت اللي يصرفونه في متابعة هذا الأمر، ولربما أموال حتى يسافرون للمفتي الفلاني ويروحون ويقابلونه ويعرضون ويعدوا الرسالة ويتواصلون ويفتحون خط انترنت، هذا لا الشركة مكلفتهم إياه ولا هو راح ينفع بشكل مباشر على المبيعات بالمجموعة. أكو ناس لربما عندهم فاعلية قاعد يشتغلون تحت هؤلاء، وهذولا قاعد يوفر لهم تأمين المشروع من التهديدات الخارجية، وبالتالي هم راح مع فعاليتهم راح يحققون نجاح، وربما حتى ما يموتون ومشروعهم يعيش. لكن لو فرضنا ان المؤسسه منفصله، مو مثل الوضع في ديكسن، بحيث الناس اللي عندهم فعاليه عاليه قاعد يستفيدون من ناس اصحاب الكفاءه العاليه، كانوا يموتون اذا مو اليوم باشر راح يموتون ولا يصلون حتى الكراون امباسدر، لانه هذول ما عندهم بعد نظر، نظرهم حد لرجلينهم. لو انتقلنا للمصفوفة الثالثة اللي هم ناس عندهم كفاءة عالية وعندهم فعالية ضعيفة. طبعا عفوا خليني ارجع شوية على المصفوفة الثانية، لانه فيها شيء مهم جدا. كلمني احد الاشخاص، وما اريد اذكر اسماء هنا في هذا الموضوع لانه موضوع حساس، لانه ما اريد يعني اطلق تصنيفات، بس انا هذا حتى حل الاشكالية هذا عند كثير من الاعضاء، وكنا حتى نبدي نشتغل حتى نوازن، لأن بالنهاية هذا مصفوفة أصوات هي اللي توصلنا للوضع المثالي. إحنا نريد كفاءة عالية وفعالية عالية. كلمني يقول كلم أحد الأشخاص فقال له: أنا ملاحظك ومتابعك، أنت عندك نشاط رائع جدا وكذا، فإيش رأيك تنضم معانا؟ أنت كم بتحقق دخل من ديكسن؟ فقال له رقم معين، قال له: أنا ممكن معاي خلال 3 أشهر تحقق 3 أضعاف هذا الدخل. فرد عليه هذا الشخص رد رائع حقيقة عجبني، دلل على أنه يمتلك كفاءة عالية مو بس فعالية. قال له: هذا الكلام أنت اللي جاي تتكلم به راح يضرنا ويضرك أنت. يفترض أنت كإنسان فاهم في صناعة البيع المباشر أنه هذه ليس من أخلاقيات المهنة، وبالتالي أنت راح تضعفني وتضعف نفسك، لأنه أنا قاعد أزكي للناس هذه المنتجات وهذه الشركة، وفجأة أنتقل إلى شركة ثانية، هل تتوقع أن كل الناس راح تقتنع بسهولة؟ هذا أنا راح أضر سمعتي، وراح أظهر بمظهر الإنسان الذي يتكلم لمن يدفع له أكثر. فقال له: لا، أنت قاعد تتكلم بمثالية عالية، أنا جاي أقول لك قاعد نستفيد وممكن نحقق دخل أضعاف هذا، فأنت فاهم المسألة غلط. قال له: ما فاهمه غلط، أنا أريد عمل مستقر ومستمر. فاللي ما يمتلك هاي الكفاءة في فهمه للنظام والقوانين ولمفاهيم هذا الصناعة وكيف الإنسان ينجح بها، مستحيل حتى لو كان عنده فعالية عالية راح يستمر، إلا يجي يوم ويطيح بحفرة.
فانتبهوا، لازم شويه واحد يرفع كفاءته بهذه المعلومات. ولذلك شفنا ناس عندهم كان دخل جيد ومرتاحين في الدي اكس ان، تركوها وغادروا الى اخر شركات وانكسرت ارقامهم، يعني راح رزقهم قصدي يعني، وراح كل مستقبلهم وراحت سمعتهم. المصفوفه الثالثه، ان لما يكون معك كفاءه عاليه، هذه الكفاءه العاليه حقيقه اذا كانت قويه حتى لو كانت فعاليتك ضعيفه راح تضمن لك انك تستمر في الشركه. مثل ما نشوف كثير من القاده صار لهم سنوات، صح رتبهم ليست يعني كبيره او متقدمه، لكن مع ذلك هم يستمتعون بالعمل في ديكسن وقاعد يقدمون اعلى صور الحمايه للديكسن من ناحيه الكفاءه. وما اريد اذكر اسماء، يعني معروف من القاده اللي لهم فضل على دي اكس ان كبير جدا في حمايتها من ان تقع يعني حمايه، اقصد مخالفات الاعضاء وتنبيههم على المخالفات من ان تقع فريسه ل يعني خلينا نقول اجتهاد، ما اريد اقول تهور، اجتهاد بعض الاعضاء الغير منضبط. وطبعا يمنعنا من هذا النجاح، ليش يمنعنا من انه نحقق نمو سريع؟ ليش يمنعنا من كذا؟ المساله هي مو مساله انك انت راح تبني فريق وتنجح بسرعه، المساله انا كيف احمي المشروع لاكبر يعني وقت ممكن واحافظ عليه، كيف احمي المشروع من تهديدات خارجيه ممكن تطير راس المشروع ويروح لا تحقيق نمو سريع ولا شيء. طبعا مسألة اللي كفاءته ضعيفة وفعاليته ضعيفة هذا منتهين منه، راح يموت بسرعة وهذول حال المنسحبين من العمل. فأخواني هذه المصفوفة تأملوها جيدا، هذا راح يحل لنا كثير من المشكلة اللي أحيانا نصير بين أعضاء دي اكسن، أنه يعني لربما تصير أحيانا عن سوء ظن، أو أنه فلان يقول فلان، لا الكل مفيد، كل في مكانه مفيد. ويا أخواني إحنا مثل اللي قاعدين واحد مقابل آخر، وهذا المثال معروف دائما يذكر، ويقرأ رقم 6 اللي على الجهة ذاك يقرأها رقم 9، وبالتالي هو الرقم هو، لكن كل واحد هو بمكانه قاعد يشوف الثاني اللي ما يشوفه. الصحيح أنك تتوازن، تحاول قدر الإمكان تقرأ كثير عن القوانين وتفهم القوانين، ومو بس تفهم القوانين، تحاول تعرف كيف تتعلم أمور القيادة. القائد ما يرى النجاحات الآنية وإنما يرى وضعه كيف راح يكون بعد 5 سنوات. حاول تفكر بهذه الطريقة، حاول تفكر بهذه الطريقة، إذا استطعت تفكر بهذه الطريقة راح تحقق نجاح كبير. اللي يطلع على هذا المصفوفة في الكفاءة والفاعلية أكيد راح يعرف أهمية الكفاءة. وهنا أريد أقول كلمة مهمة جدا، أنه يا أخواني اللي تحققون كفاءة عالية وتحققون نجاحات سريعة، لا تنسوا فضل السبونسر، أو لا تنسى فضل من سبقك حيا كان. يعني في أسماء الآن عندنا في ديكسن معروفة جدا، ليش؟ لكثرة ما قدمت من إنجاز لدعم الأعضاء ولدعم الصناعة بشكل عام وديكسن بشكل خاص باللغة العربية. قدموا يعني شيء حقيقة ما قدمت الشركة ضمن أدبياتها، لأن أغلب الموقع الموجود فيه باللغة الإنجليزية. فهذولا هل ممكن تقيسهم بشخص والله معلش مع احترامي قدر رتبة ولا حقق دخل مضاعف؟ ألف هنيئا له ويستاهل، والشركة أعطته والسيستم استحقاقه. بس صدقوني لولا الأشخاص اللي سعوا في استخراج الفتاوى للشركة، اللي سعوا في توضيح نظام الشركة وبيان أنه هو غير مخالف، ما قدرت أنت تدخل اللي حققت فعالية عالية، ولا قدرت تكسب هذول الناس. إلى الآن أنت تتناول ملفاتهم ومقالاتهم والبيديفات اللي سوموها، ما يعني ليس من العدل، لأنه تحطيم هؤلاء أو إبعادهم أو تقليل من شأنهم راح يضر الشركة وراح يضر نموك، وممكن يخليك تتعثر. ترى أنت ما نجحت بفضل فعاليتك وحدها، وإنما نجحت يعني بعد فضل الله عز وجل بالتكامل اللي حققوه الكيان، الناس اللي موجودين الأكفاء بالشركة، اللي فاهمين الصناعة، اللي يطرحون قوانينها بقوة، اللي يصلون الخطة التسويقية بشكل رائع وإن ما حققوا بها نجاحات عملية، اللي يوصلون المعلومات بشكل واضح. فلا تنقصون من حقهم ولا تغمضوهم حقهم، فضروري انه نركز على هذا الجانب. طبعا بنفس الوقت اوجه كلمه للي يمتلكون كفاءه عاليه، انه اهتموا بالفعاليه
واعتقد انه الفعاليه هي، طبعا اذا تكلمت انا كثير عن البيع، هي لا تعني البيع فقط، الفعاليه حقيقه تتلخص بامرين: انه الشخص عنده قدره عاليه على تحقيق حجم مبيعات عالي، وهذا حجم المبيعات العالي قد يكون من المتابعه، قد يكون من استخدام استراتيجيات على السوشيال ميديا، وبنفس الوقت عنده قدره عاليه على الاستقطاب، هذا الفعال. أما الكفاءة العالية عنده قدرة عالية في توصيل الفكرة وتبسيطها وتسهيلها، وعنده فكر، عنده سعة أفق في حماية المشروع من التهديدات الخارجية واستغلال الفرص المتاحة. هذا اللي أقصده بشكل عام حول هذا الموضوع. إذا كونوا متأكدين أن هناك عدة عوامل خارجية مجتمعة حققت لكم معادلة السوات المعروفة، فلا يكفي استغلال نقاط القوة والعمل على نقاط الضعف لتحقيق النجاح، وإن كانت هي من أهم عناصر النجاح، لكن هي جزء من أركانه الأربع اللي تعرف بمصفوفة سوات. طبعاً هذا هو تنزيل هذا الموضوع على السؤال المتقدم اللي تكلمنا عنه في الجزء الأول. والآن قبل أن أختم، أريد أن أذكر بقصة نجاح الصين، قصة نجاح الصين التجارية، حتى تعرفون أن الصين اللي حققت نجاح كبير في مجال الصناعات وتفوقت هذا التفوق الهائل ليس بفضل الفعالية فقط، وإنما كان للكفاءة هو الدور الأساسي في نجاحها. فخلوني أسرد لكم هذه القصة الآن على عجالة وأختم فيها إن شاء الله. الصين كبلد حالة كثير من البلدان الآن في دولنا، كان يعتمد على يعني على تحصيل شيء بسيط من العملة الصعبة من خلال الغزل، النسيج، الفحم. يعني كان بلد بسيط فقير جدا، مو مثل هذه الصورة اللي نشوفها اليوم اللي قاعدة تناطح أوروبا والولايات الأمريكية المتحدة، عاجزة عن يعني ملاحقة الصين في مسائل الصناعة والتطور اللي تعيشه والإنتاج اللي والنمو الاقتصادي اللي قاعد ينتعش في الصين. حقيقة نقطة التحول اللي صارت في الصين هي لما جاءهم رئيس وزراء صيني في عام 1978 كان مختلف نوعا ما. هذا الشخص حقيقة كان له اطلاع على أسباب التقدم في العالم، وحاول أن يأخذ بعض العبر والفوائد منها، فكان يراجع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللي هو السلطة الأعلى في البلاد هناك، وكان يقدم طلب باستمرار لهم أنه إحنا بحاجة إلى خبير تنمية إدارية عالمي، خبير تنمية إدارية عالمي يساعد الصين في أن تخرج من تخلفها الصناعي والاقتصادي. طبعا قدم الطلب عدة مرات، يمكن أكثر من 7 مرات تم رفضه، إلا أنه في المرة الثامنة وافقوا اللجنة الإدارية في الحزب الشيوعي على هذا، أنه يجيبون خبير بالتنمية عالمي، خبير بالتنمية الإدارية والصناعية حتى يقدر ينهض بالصين. طبعا هو كان يقولهم أنتم راح تشوفون أنه الصين راح يختلف وضعها تماما عندما يكون معانا مثل هذه العقول. فبدأ بمراسلة جامعة إكسفورد البريطانية، وهي أعتقد في هذاك الوقت كانت تعتبر من أعرق الجامعات في هذا التخصص عالميا. اتصل بعميد الإدارة والاقتصاد في هذه الجامعة وتم رفض طلبه للأسف. تصور، إلا أنه العجيب أنه لم ييأس وحاول مرارا وتكرارا في إقناع الجامعة في إيفاد خبير لهم متخصص في مجال الاقتصاد والتنمية يعني البشرية في مجال يعني الإدارة. وحقيقة يعني عرض عروض مذهلة أو عروض مغرية، فيعني قال ممكن نعطي هذا الأستاذ 5 أضعاف راتبه مع امتيازات، يعني بدلات صحية، تذاكر سفر، مدري إيش، منح إلى آخره.
طبعا أيضا تم رفض الطلب، إلى أن قدم يعني طلب صراحة كان مغري لدرجة أنه لا يمكن أن يرفض، أنه تعهد بأن تدفع الحكومة الصينية رواتب كل أساتذة الجامعة لمدة سنة إذا أوفدوا لهم أستاذ متخصص في هذا المجال. طبعا عميد الجامعة راح عمل إعلان ورفضوا أغلب الأساتذة يروحون إلا أستاذ واحد وافق، ووافق وهو ما عارف يعني ماذا راح ينتظره في هذه الرحلة الغريبة اللي قد يكون النجاح فيها غير مضمون، لأنه راح الآن ليس كأكاديمي يدرس وإنما كمستشار لحكومة. طبعا تم استقباله هناك، واجتمع الوزير أو رئيس الوزراء بوزراءه، وطلب منهم أن ينفذوا تعليمات هذا الخبير بحذافيرها للنهوض بالصين من الناحية الاقتصادية والتنمية الإدارية. طبعا كانت له 3 شروط مهمة. الشرط الأول يعني حتى تنجح المهمة، طلب شرط مهم جدا، النزاهة. ما في رشاوة، ما في واسطات، ما في فساد، ما في كذا، ما في كذا، هذا يعني لازم تكون نزاهة تماما، الحكومة تكون نزيهة. طيب هذا شرط. الشرط الثاني أن يحصل تبادل للخبرات بين شرق وغرب الصين، لأنه كانت كل جهة من الصين تتميز بنوع من أنواع المهارات ما موجودة عند الفئة الثانية، فطلب أن يستغل كل الطاقات الموجودة. انتبه، نزاهة، استغلال للطاقات والكفاءات. الأمر الثالث وهو هذا عامل اقتصادي، طلب أن يقلل التضخم في العملة الصينية. يعني شوف هذه الشروط اللي طلبها هذا الخبير الأساسية، وحاول تعكسها في إدارتك، في نظرتك للبزنسك اللي أنت فيه. النزاهة والالتزام بأخلاقيات المهنة، الاستفادة من الخبرات الموجودة، تمام، والعمل بشكل يعني اللي هو يخص الفاعلية، اللي هو التأثير المباشر، اللي هو الاقتصاد، العملة، وسيلة التبادل. أنا هكذا أفهم هذه الأمور، يعني عندما أعكسها على قصص النجاح عندنا حتى نعكسها بما يتناسب في مشروعنا. والشيء المهم أيضا أن ندرب كل الوزراء على القيادة والإدارة، بشرط أن ينقلوا الخبرة إلى الأجيال أو الصفوف الثاني والثالث في التسلسل الوزاري عندهم في العمل. طبعا مو سهل تنفيذ هذه الخطوات بالنسبة للوزراء وبالنسبة يعني كل الإدارات، فلكن كان رئيس الوزراء في ذاك الوقت عنده حلم أن يحقق التقدم الصناعي والتجاري للصين، فكان يضغط بشكل كبير لتحقيق هذه الشروط أو المهام اللي طلبها منهم. إيش اللي صار؟ خلال 3 سنوات بدأت الصين تتغير بشكل كبير. في خلال 5 سنوات بدأ يبرز نموذج صيني مختلف تماما عن الرأسمالية اللي موجودة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الغرب عموما، ومختلف تماما أيضا عن روسيا الشيوعية. فصار لهم نموذج اقتصادي مختلف تماما ورؤية اقتصادية مختلفة تماما. اللي أريد أقوله أن شخص واحد استطاع أن يغير بالكفاءة. الفاعلية كانت موجودة عند الصين، وكان الشعب موجود، وكانت الأيدي العاملة موجودة، لكن كانت تنقصهم الخبرة والكفاءة. الكفاءة لها دورها مهمة جدا، هي الأساس لكل عمل ناجح. بس قبل أن أختم بهذه القصة، أريد أقول لكم المفاجأة، أن يعني وأنا حقيقة لما سمعت القصة أيضا اتفاجأت مثل ما أنتم راح تتفاجئون الآن، أن هذا الخبير الاقتصادي اللي راح للصين وساهم في نهضة الصين اللي تعيشها اليوم، واللي أكثر العالم تتحدث أنها ممكن تكون هي رقم واحد في العالم، يعني القوة الاقتصادية الأولى في العالم، هو من العراق واسمه إلياس كوركيس، أستاذ في جامعة إكسفورد البريطانية. صدقوني الكفاءة هي الأهم، الكفاءة هي الأهم، يجب أن نحافظ عليها مع عدم إنكارنا للفاعلين. الكفاءة واحدة لا تكفي، لكن الأهم هي. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.